يسرني استضيف الاستاذ يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي لشركه طائرات المروحيه التجاريه طبعا في المملكه العربيه السعوديه. حياك الله استاذ يحيى، هل تحدثنا عن مشاركه المملكه في هذا المعرض المهم وما هي اهداف هذه المشاركه؟ اول شيء مرحبا، حياكم الله في جناح الطائرات المروحيه ونشكر لكم الاستضافه. شركه الطائرات المروحيه شركه حديثة تم إنشاؤها في عام 2018 وحصلت على التصاريح الأساسية في منتصف عام 2019 وبدأت العمليات الجوية في النصف الآخر من عام 2019. الحمد لله الآن الشركة تعمل في أكثر من منطقة من المملكة العربية السعودية. مشاركتنا في معرض دبي للطيران هي للتعريف بشركة الطائرات المروحية وفي نفس الوقت التعرف على الشركات الموجودة في معرض الطيران لدبي وإجراء بعض المناقشات والمباحثات مع الشركات وفي نفس الوقت تسويقية لشركة الطائرات المروحية عامة. أستاذ يحيى، لو عرجنا على أهمية الطيران المروحي التجاري في المملكة، أكيد زباين كثر وربما من جانب طبعا رسمي وزاري وأيضا مدنيين وحتى خدمة الحجاج، كيف تقيم عملكم اليومي مع هذه الجهات من خلال عملكم اليومي؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية في تطور الآن كبير جدا وتحول كبير جدا و النقل بالطائرات العمودية أصبح مطلب أساسي وشركة الطائرات المروحية سوف تقوم بالعمل على نقل كبار الشخصيات، المسؤولين، الموظفي الوزارات، السياحة، الحج والعمرة يعني والإسعاف الطائر أيضا. أستاذ يحيى، سؤال أخير، المملكة تتجه إلى انفتاح سياحي على التأشيرة السياحية طبعا للأفراد، كيف تتصور مستقبل الشركة مع هذا الانفتاح وأنتم الطرف الأساسي طبعا من رؤية 2030 في هذا الجانب، الانفتاح على ربما موارد أخرى غير الموارد النفطية وفتح باب أكثر للشركات الخاصة في خاصة الجانب السياحي؟ الجانب السياحي جزء أساسي من عملنا والنقل، ولو تتابع رؤية المملكة من طائرات العمودية حيكون مختلف تماما، والسياحة نعتمد الآن تقديم الخدمات للسياحة بدرجة كبيرة جدا. يعني الآن بدأنا العمل في الساحل الغربي لنقل ركاب كبار شخصيات على المناطق السياحية في المنطقة الغربية والساحل الغربي، أيضا في العلا، نيوم، البحر الأحمر، وفي داخل مدينة الرياض، وأيضا في جدة. أستاذ يحيى الغريبي أشكرك شكرا جزيلا، كنت أنا معنا في هذا المباشر مع قناة الإخبارية. طبعا التغطية مستمرة للمعرض، أذكر المشاهد الكريم أن المعرض انطلقت فعاليته أمس طبعا في دورة وطبعة جديدة. المعرض حقق خلال 10 دورات مستمرة مهمة جدا أكثر من 639 مليار دولار، أهم طبعة كانت 2013 بحوالي 209 ملايير دولار، تليها طبعة 2007 حقق فيها المعرض أكثر من 155 مليار دولار أيضا. نعم. التغطية مستمرة لإفادة المشاهد الكريم بكل جديد حول هذا المعرض. إليك زميلة الزهار في الاستوديو.